السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم بإذن الله تعالى في الفيديو ده عن شابتر رقم 6 اللي هو بيتكلم عن الكاباستنس ومعادلات اللابلاس ومعادلة الباسون ايكويشن. فنبدأ كده بالكاباستنس. فزي ما احنا عارفين ان الكاباستنس دي بتكون عبارة عن، لو انا مثلا عندي تو بليتس، او ده مثلا جسم مثلا او كوندكتور، والكوندكتور ده بيحمل شحنه موجبه، وكوندكتور اخر ايا كان شكله بيحمل شحنه سالبه، وما بينهم داي الكتريك، والاثنين كده موجودين في وسط. ده بيحمل شحنه وليكن اسمها كيو، ده بوزيتيف وده نيجاتيف كيو، تمام. وموجودين في داي الكتريك او عازل، ثابت العزل بتاعه اللي هو الريلاتيف بيرميتيفيتي بتاعته الابسلون ار لها قيمه، تمام. ده الداي الكتريك، او بصفه عامه ليه ابسلون اللي هو عباره عن ابسلون نوت في ابسلون ار، تمام. فبينتج من الحوار ده كده بينتج عنده كاباستنس اسمها سي، نقدر ان احنا نحسبها عن طريق ان احنا نعرف الكيو على الفولتج اللي ما بين التو كوندكتورز او التو بليتس ايا كان الـ شكل الكوندكتورز ده ايه بالظبط، تمام كده. فالسي بتساوي الكيو على الفوليوم. كمان ان انا الكيو ديت كانت من جاوس، كانت عباره عن الانتجريشن على الدي دوت دي اس، تمام، والانتجريشن على مساحه مغلقه. فانا ممكن اشيل الكيو واحط مكانها مين؟ الدي دوت دي اس. وكمان الدي كانت بتساوي الابسلون في الاي في الدي اس، كلام جميل جدا، تمام. ده كان من جاوس، وكان عندي الفولتج كنت بقدر احسبه ان هو كان عباره سالب انتجريشن من اللور للهاير، تمام كده، في الاي دوت دي ال، تمام. فلو انا بتكلم ان الجهد ده هيكون اللي انا هنقله او هنقل بيه الشحنات من البليت رقم او اللي هو السالب للبليت البوزيتيف، يبقى من السالب للموجب، تمام كده. طيب لو جينا حطينا العلاقتين دولت، العلاقه دي والعلاقه دي كده في القانون ده، يتضح ان الكاباستنس ما بتعتمدش على الالكتريك فيلد، لان هي موجوده في البسط موجوده في المقام، ولكن بتعتمد على الدي اس او مقدار المساحه بتاعتك والطول اللي هو المسافه ما بينهم، او الديستانس اللي انت تاخدها عشان تنقل بيها الشحنات، تمام كده، او المسار بتاعك بمعنى صح. وبتعتمد كمان على الابسلون. يبقى اذا الكاباستنس ممكن نقول ان هي عباره عن الاي دوت دي اس في الابسلون بره، تمام، او ممكن يبقى كمان الابسلون متغيره، يخليها برضو الابسلون جوه مفيش مشكله، وهنا سالب للبوزيتيف وهنا نيجاتيف الاي دوت دي ال. يبقى من هنا كده زي ما احنا قلنا كده يا شباب، ان الكاباستنس ما بتعتمدش على ايه؟ على الالكتريك فيلد، ولكن بتعتمد على الابسلون او الداي الكتريك والاس والال او الدي، تمام كده. فلو انا بتكلم على تو بارل بليتس، ده بليت وده بليت تاني، تمام، ما بينهم مسافة وليكن مثلا دي، وده بيحمل بليت، يبقى الشحنة موزعة على ايه؟ على السيرفيس. فليكن مثلا ده بيحمل شحنة اسمها رو اس، خلينا نقول ان دي البوزيتيف وده نيجاتيف رو اس، تمام كده. وكأنهم موجودين على المحاور اكس واي زد، يعني ممكن نمثلهم ان هم موجودين على المحاور بتاعتنا عادي جدا مفيش مشكله، كأن ده او كأنهم موجودين كده في البلان بتاع الواي زد ودي الاكس، تمام. فده يعني كان عندي دي بتساوي زيرو او زد بتساوي زيرو، تمام كده، وهنا الزد بتساوي الدي، تمام كده يا شباب. يبقى دول تو بليتس موجودين في الزد واي بلان، تمام كده، وما بينهم داي الكتريك ليه ابسلون، ماده عازله ليها ابسلون. هنفترض كمان هنهمل السكنس بتاعت كل بليت منهم، يعني هنقول ان دي صافي المسافه ما بينهم. طيب ايه المطلوب؟ لو جيت حبيت اجيب الكاباستنس ما بينهم،
فانا اول حاجه اعملها ان انا اروح اجيب الالكتريك فيلد. فلو انتوا فاكرين ما كنا بنحسب الالكتريك فيلد لسطح موزع عليه رو اس، كنا بنقول ان هو ليه رو اس على 2 ابسلون، تمام كده، في اتجاه النورمال العمودي. فالعمودي هيكون طبعا ده لو ده البليت الموجب هيكون في اتجاه الايه، الاي زد لفوق كده، تمام كده. طيب فده الايه. ولو حبيت اجيب الدي برضو هتبقى عبارة عن الابسلون، الابسلون في الاي، تمام كده. طيب خلينا نقول ان ده كده كان ناتج من بليت واحد، يبقى كانت الرو اس على 2 ابسلون، ده لو كان عندك بليت واحد. لكن لو انا عندي 2 بليتس، تمام، هيبقى الاي كلها هتبقى عبارة عن رو اس على ابسلون في الاي، في اتجاه الاي زد برضو، تمام كده. طيب يبقى لو انت عندك 2 بليتس هيبقى الاي كلها، تمام، في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي زد، وقيمتها رو اس على مين؟ على الابسلون. طيب الدي هتبقى عبارة عن الرو اس في اتجاه الاي زد. ولو انتوا فاكرين برضو احنا خدنا حاجة زي دي كده، ما كنا بنقول ان الدي بتساوي الرو اس، او الرو اس بتساوي معيار الدي لما كنا بنتكلم في الباوندري كونديشنز، تمام كده. طيب فلو انت حبيت بقى تجيب الفي، لو جيت بقى حبيت ان انت تعوض بقى عشان تجيب الكاباسيتنس، فانت هتقول ايه، الدي ضد دي اس عشان تجيب الكيو، وهتجيب تكامل للاي ضد دي ال عشان تجيب الفي، تمام كده. فهنقول لو انا حبيت اجيب، هبدأ الاول مثلا بالكيو، فاعمل تكامل للدي ضد دي اس، تمام كده، على السيرفيس بتاعتك، تمام. فده هيكون عبارة عن الرو اس، اهو هتشيل دي كده وتحط مكانها دي في الدي اس. الدي اس بتاعتك هي مين؟ المساحة بتاعتك هي عبارة عن مساحة البليت بتاعك، تمام كده. يبقى الدي اس دي هتشيلها وتحط مكانها الاس، يبقى رو اس في الاس، تمام. وطبعا المساحة دي بتكون عمودية على الاي زد او على الالكتريك فيلد، تمام كده. فالمساحة العمودية هي مساحة البليت اصلا، اللي هو هيكون في اتجاه مين دلوقتي، او هيكون عبارة عن قيمة في اتجاه الاكس، وقيمة في اتجاه الواي، قيمة في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي، اللي هو دي اكس دي واي، دي اكس دي واي، خلي ده واي وده اكس، يبقى دي اكس دي واي، يبقى ده دي واي موازي الواي، وده دي اكس، دي مين؟ ده دي اس. فاحنا نقول ان هي كلها كده لما عملت لها انتجريشن اعطت لي اس. طيب والفي هتبقى عباره عن سالب الانتجريشن من اللوح اللي هو النيجاتيف للوح اللي هو البوزيتيف للاي ضد دي ال، جميل جدا. رو اس يبقى سالب تكامل رو اس على الابسلون. الدي ال بتاعتك يا شباب هتبقى فين؟ في انهي اتجاه؟ هو انت هتبذل شغل من اللي فين؟ من هنا لهنا، يبقى انت هتتحرك على محور زد، يبقى هي دي زد. جميل جدا. طيب اللوح اللي هو النيجاتيف موجود فين؟ اللوح اللي هو النيجاتيف موجود عند زد بتساوي دي، واللوح اللي هو البوزيتيف موجود عند زد بتساوي زيرو، يبقى هتكامل من دي لحد الزيرو، تمام كده. او كنت ممكن تخلي دي بوزيتيف وتكمل من اللوح البوزيتيف للنيجاتيف اللي يريحك، مفيش مشكله. فده بيطلع معاك رو اس على مين؟ على الابسلون، وتكامل الدي زد بيديك زد، لما تيجي تعوض هيديك ايه؟ صفر ناقص دي، وفي سالب بره يديك دي في الاخر. اقسم بقى الكيو على الفي يديك الكاباسيتنس، اللي هو طلعت كام بقى عندنا؟ طلعت الابسلون في الاس على الدي. ده القانون اللي احنا بنستخدمه عشان نحسب الكاباسيتنس لو انا بتكلم على تو بارلل بليتس، تمام كده، ما بينهم داي الكتريك واحد فقط، تمام يا شباب. فلو جينا شفنا اول مساله بيقول لك فايند ذا ريلاتيف بيرميتيفيتي، عاوز الابسلون ار، تمام كده، لداي الكتريك موجوده ما بين تو بارلل بليتس. لو كان الكيس رقم واحد، لو كان السيرفيس بتاعتك ب 12 مللي، 12 من 100 متر مربع، والديستانس ما بينهم 80 مايكرومتر، والفولتج الفي نوت، الفي نوت ده نقول ان هو فرق الجهد ما بينهم 12 فولت، تمام كده. وحاجه تانية، حاجه اسمها الانرجي او الستورد انرجي، الكاباستور بيخزن انرجي في صوره الكتريك فيلد، تمام كده. فبنرمز لها ب
دبليو اي، وهو قايل لك القانون بتاعها نص سي في نوت سكوير. فانت عاوز ايه بقى من الداتا دي؟ عاوز تجيب الابسلون ار، تمام كده؟ طيب تعال نبدا. وهو بيقول لك ان الانرجي دي بواحد مايكرو جول، الانرجي بواحد مايكرو جول. فانت عاوز ايه من هنا؟ عاوز الابسلون ار. نبدا ان احنا نبدا من القانون ده كده، تمام. ممكن اجيب منه الكاباستنس، فالكاباستنس هي عباره عن 2 دبليو اي على الفي نوت سكوير، يبقى 2 في 1 في 10 اس السالب 6 ده مايكرو، والفي نوت يبقى 12 تربيع. من هنا تجيب الكاباستنس، طلعت معانا الكاباستنس برقم اهوت، تمام. طيب 138 من 10000 مايكرو فاراد. والكلام ده المفروض انه بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الابسلون في الاس على الدي. جميل. فلو حبيت اجيب الابسلون اللي هي عباره عن ابسلون نوت في ابسلون ار بالمناسبه، تمام كده، فانا هي اضرب الرقم ده كده في الدي واقسم على الاس، تمام. فلما عملنا الحوار ده طلع معانا 9 و26 في 10 اس سالب 12. الاس موجوده عندك ب 12 من 100، والدي هتحولها من المايكرو في 10 اس سالب 6، تمام. وطبعا الابسلون نوت بتبقى معلومه اللي هي 8.854 في 10 اس سالب 12 فراد لكل متر. فانت تقسم ده على ده كده تجيب لي الابسلون ار. فالابسلون ار في الحاله دي كده تقريبا طلعت 1.5 من 100. ده الكيس رقم واحد. طيب في حاله تانية بيقول لك الستورد انرجي دينستي. طيب دي بتساوي ايه يا عم؟ 100 جول لكل متر مكعب. خلاص، يبقى دي برضو بتساوي الانرجي مقسومه على الفوليوم. الفي نوت لها قيمه والدي لها قيمه، فانا عاوز ايه برضو هنا؟ عاوز برضو اجيب الابسلون، تمام. يبقى انا برضو هبدا من حته الدبليو. هو بيقول لي ان الدبليو على الفوليوم بتساوي 100، تمام كده. فالدبليو هو نص سي في سكوير، والفوليوم عندك اللي هو عباره عن الاس في الدي اللي هو مساحة البليت والديستانس ما بينهم، تمام كده؟ ده المكان اللي بيتخزن فيه الشحنة أو بيتخزن فيه الطاقة بتاعتك. الشحنة كده كده بتكون على البليت، تمام؟ طيب فال ال 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 نعوض دلوقتي عن السي كمان بالمرة، يبقى هو لأنه أعطينا مين؟ هو أعطينا الفي والدي، أعطينا الفي والدي، تمام كده؟ فالسي لو جينا شلناها، لو شلنا السي تبقى عباره عن ايه؟ قلنا ان هي عباره عن ابسلون في الاس على الدي، عوض مكانها هنا كده، فيبقى 100 بتساوي الاثنين دي تنزل تحت، يبقى 2 اس في دي. السي قلنا هتبقى عباره عن ابسلون في الاس على الدي، فالدي تنزل تحت يبقى تربيع، مضروبه في الفي سكوير. اس هتروح مع الاس، يبقى كده مساحه البليت انت ما كنتش عاوزها، انت كنت عاوز تجيب الابسلون، فمن هنا تجيب لي الابسلون، تمام كده؟ يبقى عباره عن 200 في الدي بكام؟ الديستانس ب 45، يبقى 45 في 10 اس سالب 6، طبعا ما تنساش ان هنا في تربيع بتاع الدي، اقسم على الفي تربيع اللي هو 200 تربيع. من هنا تجيب الابسلون اللي هي بتساوي ابسلون نوت في الابسلون ار، وتحسب لنا الابسلون ار. فالكيس رقم 2 ده الابسلون ار طلع تقريبا ب 1.14 من 100. طيب اخر حاجه بيقول لك، طيب لو كان عندك الانرجي بتساوي 200 كيلو فولت لكل متر، والرو اس بتساوي 20 مايكرو كولوم لكل متر تربيع، فانا عاوز اجيب ال مين؟ عاوز اجيب الابسلون. طيب خلاص، ما انا عارف ان الانرجي في البانل بليتس عباره عن الرو اس على ابسلون، تمام كده، في اتجاه، انا ما يهمنيش الاتجاه لان كده كده هو عاطيني المعيار في اتجاه الاي زد طبعا، تمام كده. فانا من هنا اجيب الايه؟ الابسلون. حسبنا الابسلون وطلعت ب 10 سالب 10، وقسمنا على الابسلون نوت، تمام كده. طيب فطلعت تقريبا 11.3. الحاله اللي بعد كده، لو انا عندي برضو تو بارل بليتس ولكن مش عندي 1 داي الكتريك او ماده عازله واحده، لا استخدمت اكتر من ماده عازله، تمام، وليكن مثلا كان ما بينهم فاصل كده، ودي المادة العازلة الأولانية ليها إبسلون آر واحد، أو ليها بصفة عامة خلينا نقول إبسلون واحد،
وهنا مادة عازلة رقم 2 ليها إبسلون 2، وكل واحد ليه ديستانس، ده دي واحد وده دي 2، والمسافة الكلية اسمها دي، والسيرفيس اس، وهنفترض ان كلهم شاغلين المساحة كاملة، تمام كده؟ يعني ايه متوزعين على المساحة كاملة، تمام كده؟ طيب فلو قلت لك هات لي الكاباستنس، فده البليت اللي فوق والبليت اللي تحت، الكاباستنس ما بينهم هيبقى ده هيكون لي لحدة السيبريتور اللي هنا ده كده كاباستنس، ومن اول الداي الكتريك الثانيه لحدة الكوندكتور اللي تحت ده هيكون لي كاباستنس، فكانهم تو سيريز كاباستنس. انت حسبت خلاص السي 1 لها قيمه، السي 1 كانت عباره عن ايبسلون 1 في الاس 1 على الدي 1، والسي 2 كانت عباره عن ايبسلون 2 في الاس على الدي 2، فلو عاوز تجيب السي ايكويفالنت هتبقى عباره عن كانهم زي البارل كده في المقاومات، يبقى واحد على سي واحد على سي، وتقلبها يطلع لك الكلام ده، واحد على سي 1 واحد على سي 2، تمام كده؟ وممكن تعوض برضو عنهم مفيش مشكله خالص، ويطلع لك القانون بالشكل ده، واحد على سي 1 يبقى دي 1 على ايبسلون 1 في الاس زائد دي 2 ايبسلون 2 في الاس، ده السي ايكويفالنت، تمام؟ وممكن تبسطها اكتر من كده مفيش مشكله. طيب لو انا بقول مثلا حاله تانية، ان كان عندي ال برضه في 2 داي الكتريك ولكن ما كانوش بالشكل ده، امال ازاي يعني؟ جيت انا قسمتهم بشكل اخر، ان انا جيت حطيت ماده عازله هنا كده، تمام، ورحت الناحيه التانية دي كده حطيت هنا ماده عازله تانية، تمام. طيب فده له ايبسلون ار 1 وده له ايبسلون ار 2، والاتنين واخدين الديستانس كامله، بس ايه اللي حصل؟ ده الديستانس كامله، اللي حصل ان هم كل واحد خد له مساحه معينه، تمام كده؟ ممكن نقول مثلا في الكيس اللي معانا دي كده ان هم كل واحد خد نص المساحه، او خد نص العرض يعني، تمام كده؟ ولو خد نص العرض يبقى خد نص المساحه بصفه عامه، فيعني هاي كل واحد ليه ايه؟ ليه اس، نخليها بجنرال، كل واحد ليه ايه؟ اس 1 وده اس ايه؟ 2، تمام؟ طيب ماشي. طيب لو بتكلم على كيس معينه، لو هو مثلا في المنتصف هيبقى كل واحد ايه؟ خد نص الايه؟ يبقى اس على 2 واس على ايه؟ على 2 مثلا، تمام؟ طيب فالكباستنس هنا هتبقى شكلها عامله ازاي؟ هنا الكباستنس بارلل، السي هنا تبقى ايه؟ تبقى بارلل، تبقى هنا سي 2 هنا سي 1. طب سي ايكويفالنت تبقى بكام؟ سي ايكويفالنت هتجمعهم بقى، يبقى سي 1 زائد سي ايه؟ زائد سي 2، وتعوض تشوف بقى كل واحد ايه؟ طبعا الديستانس واحده، تمام؟ المسافه اللي ما بينهم واحده، ما بين الكوندكتور الاولاني والثاني في كل إيه؟ في كل داي الكتريك واحده، تمام؟ اللي اختلف بس الايه؟ المساحه. انت وانت بتعوض شوف اللي اختلف معاك، يبقى ايبسلون ايه؟ ايبسلون 1 في الاس 1 على دي 1. لو انت بقى عندك من اكتر من ماتيريال مفيش مشكله، يبقى بصفه عامه كده ايبسلون 2 اس 2 على الدي ايه؟ الدي 2، تمام كده؟ طيب خلينا نشوف بس مثال عشان الامور تبقى واضحه. لو جينا قلنا اول مثال، ان انا عندي عاوز الكاباستنس ل تو ريكتانجلر كوندكتنج بليتس، ال 1 سم في 4 سم، او 1 سم باي 4 سم، تمام كده؟ والسكنس السكنس بتاعت البليت ديت مهمله، ما بينهم 3 شيتس من الداي الكتريك، وكل مساحه الواحد فيهم 1 في 4 سم، فهو شاغل المساحه بتاعت البليت كامله الداي الكتريك ده، والسكنس بتاعتهم 1 من 10 مللي، والداي الكتريك 2.5، 1.5 و2.5 و6. يبقى انا عندي ايه يا شباب؟ بيقول ان هو يعني عنده تو بليت همت، تمام؟ وحط ماده 2 3 ايبسلون ار 1 ايبسلون ار 2 ايبسلون ار 3، تمام كده؟ واحده ب1.5 و2.5 و6، والسكنس موجود 1 من 10 مللي، الثلاثه زي بعض، فالديستنس زي بعضها. طيب هما كده شكلهم عامل ازاي؟ واخدين المساحه كامله، تمام كده؟ وهما بالشكل اللي انت شايفه ده، تمام؟ فكده هما سيريس. يبقى السي ايكويفالنت هتبقى عباره عن 1 على 1 على سي 1، 1 على سي 2،
واحد على سي 3 وهكذا بقى، تمام كده، وتبدأ ان انت تعوض، مفيش مشكلة خالص. يبقى واحد على سي 1 زي ما احنا قلنا تبقى مقلوبها دي 1 على ابسلون 1 في الاس زائد دي 2 ابسلون 2 في الاس زائد دي 3 ابسلون 3 في الاس. طب الديستانس واحده وايه تاني، والاس واحده، ممكن ناخدها من تحت كده عامل مشترك مفيش مشكله. يبقى الديستانس، والديستانس بكام؟ 1 من 10 مللي، يبقى 1 من 10 في 10 اس سالب 3. والاس واحده اللي هي 1 في 10، 1 في 4 يبقى 4 في 10 اس سالب 4 عشان تبقى بالمتر. وكمان ممكن ناخد من هنا الابسلون نوت مفيش مشكله، اللي هي 8.854 في 10 اس سالب 12. يبقى اتبقى جوه ايه هنا يا شباب؟ 1 على ابسلون 1، 1 على ابسلون 2 وهكذا، صح كده؟ يبقى 1 على ابسلون 1 ب 1.5، 2.5، 1 على 6. احسب الكلام ده على الاله الحاسبه تجيب السي ايه؟ السي ايكوفلنت، تمام كده؟ طيب هتطلع معاك ب 28.7 بيكو فراد، تمام؟ يبقى دي السي ايكوفلنت. جميل. المسألة الثانية هو برضو عاوز هنا الكاباستنس، اعطيك اتنين فيجر، تمام، واتنين ماتيريال في الاول شكل ده، اتنين ماتيريال ابسلون ار واحد وابسلون ار اتنين، تمام، والماتيريال التانية او الفيجر التاني ابسلون ار واحد وابسلون ار اتنين بس محطوطين بشكل هنا دول سيريس ودول هيبقوا ايه؟ هيبقوا بارلل، تمام. فبرضه نفس الكلام، واحد على سي واحد وانت بتحسب السي ايكويفالنت، واحد على سي اتنين في حالة الفيجر رقم واحد، تمام، والسي ايكويفالنت هتعوض وتاخد الديستانس لو هما الاتنين مقسومين عليهم نفس الديستانس، تمام، فخد الدي على اتنين عامل مشترك، الدي كلها بخمسة مللي، تمام، الدي كلها بخمسة مللي، فخد دي على اتنين عامل مشترك، تمام، اللي هو اتنين ونص في عشرة سالب تلاتة، وخدنا ابسلون نوت عامل مشترك، وفي 30 في 10 سالب 4 ده مين؟ ده المساحة بتاعتك 30 سنتيمتر مربع. 1 على ايبسلون 1 وعلى ايبسلون 2 طلعت ب 25.5 بيكو فراد. في البارلل كونكشن اللي هو الفيجر رقم بي، تمام، هلاقي ان الاثنين يتجمعوا مع بعض، يبقى ايبسلون في الاس على الدي، ايبسلون في الاس على الدي، تمام كده، وكل واحده على حسب، هما الاثنين واخدين نفس الدي، حطيت الدي كامله، وهنا قايل لك ان هنا في حاجه اسمها دابلو على 2 وهنا دابلو على 2، تمام، فاذا المساحه مقسومه على 2 فيبقى اس على 2 واس على 2، تمام كده، تمام، كل واحد كل كباستور واخد نص الايه، نص المساحه، خدنا اس على 2 عامل مشترك، خدنا الدي عامل مشترك، والابسلون نوت عامل مشترك، وحسبنا السي ايه، السي ايكويفالنت، تمام كده، طلعت ب 26.56 بيكو فراد. الجزء اللي بعد كده بيتكلم عن حاجه اسمها الباسون ايكويشن واللابلاس ايكويشن. ولابلاس ايكويشن. طيب ايه معادله بواسون ده؟ الراجل ده بيقول ان انت ممكن تبدا ان انت تحسب الكاباستنس السي، بس زي ما انتوا شفتوا كده واحنا كنا بنحسب الكاباستنس من شويه كنا بنجيب الالكتريك فيلد وبعد كده نجيب منها الكيو، او نجيب الكيو وبعد كده نجيب الفي، صح كده؟ طيب فهنا العكس، ان احنا هنقدر ان احنا نحسب الكيو من الفي، نحسب الكيو من البوتنشال. يبقى هنا في البواسون ايكويشن، تمام، هيبدا ان هو يحسب البوتنشال الاول وبعد كده يجيب منه مين يا شباب؟ يجيب منه الكيو، ولو عمل الحوار ده يقدر يحسب الايه؟ الكاباستنس، تمام كده؟ طيب ازاي الكلام ده؟ بيبدا يقول لي والله طيب انا مش كان عندي في جاوس ايكويشن، كنا خدنا ايه؟ خدنا قلنا ان الابس ان الدايفيرجنز بتاع الدي كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الرو في، تمام كده؟ الدايفيرجنس بتاع الدي كان بيساوي الرو في، ده كان منين؟ كان من جاوس. طيب والدي هي عباره عن ابسلون، او خليها بصفه عامه ابسلون في الاي، تمام كده؟ طيب ايه تاني؟
والاي كانت عبارة عن سالب الجراد بتاع الفي، يبقى ده الدايفيرجنس وده الجراد، تمام كده؟ طيب فلو جينا عملنا دمجنا الجزئية دي كده هنا وبعد كده عوضنا بيها هنا، يطلع ايه؟ يبقى الدايفيرجنس اوف الدي شلناها وحطينا مكانها الابسلون في الاي، الكلام ده بيساوي الدايفيرجنس بتاع ابسلون، الاي هنشيلها ونحط مكانها سالب الجراد بتاع الفي، السالب يطلع بره ويبقى في جراد الفي، الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي رو في. جميل جدا، يبقى نقدر نقول ان الدايفيرجنس بتاع الجراد في بيساوي سالب رو في على الابسلون. ده مين ده كده؟ ده البواسون ايكويشن. وممكن يبقى الدايفيرجنس، الدايفيرجنس الاول للجراد في بيساوي سالب الرو في على مين؟ على الابسلون، تمام كده؟ يعني ممكن نقول ان الدايفيرجنس سكوير، او مش الدايفيرجنس بقى، نقول بقى ايه؟ نقول لابلاسيان، لان الاوبريتور ده بنسميه لابلاسيان، لابلاسيان للفي هيساوي سالب رو في على الابسلون. حلو قوي. جه لابلاس قال ان انا ممكن، لو كانت الرو في دي بتساوي زيرو، يعني ايه؟ لو كانت الشحنه دي مش موزعه على حجم زي البوينت تشارج، زي الديستريبيوتد تشارج اللي موزعه على اللاين والسيرفيس، فالكيسز ديت نقدر نقول ان الرو في بتاعتها بزيرو، فيطلع عندك كيس او حاله خاصه من البواسون ايكويشن، وهي حاجه اسمها لابلاس ايكويشن، ودي بتكون عباره عن لابلاسيان اوبريتور للفي بتساوي زيرو، تمام كده؟ طيب فنقدر نقول ايه؟ ان كانه يعني بيقول لك يعني ان المشتقه الثانيه للفولتج ده في الاكسس بتاعتك، سواء كانت بقى هي اكس وواي وزد، او الرو والفاي والزد، او الار والسيتا والفاي، تمام؟ سواء كان سلندريك كان ريكتانجلر او سلندريكال او سفيريكال، فايا كان الاكسيس بتاعتك اعمل تفاضل، تمام، مرتين بالنسبه للاكس والواي والزد، او الرو والفاي والزد، او الار والسيتا والفاي، وساوي الكلام ده بالايه؟ بالزيرو، تمام. لما تعمل الحوار ده مش كده انت قدرت تحسب الفولتج؟ لما تعمل انتجريشن بقى للكلام ده مره تانية، تمام، ها، يبقى انت بقى معاك الفولتج، من الفولتج تجيب لي الاي، تجيب الدي، تجيب لي الرو اس، تمام كده؟ بعدين ها، بعد ما تجيب الرو اس تجيب مين؟ تجيب الكيو. بمجرد جبت الكيو كان معاك الفولتج، والكيو كده كانت بتطلع فانكشن في الفولتج، قدرت ان انت تحسب الكابستنس، تمام كده؟ طيب لو جينا قلنا ان لو بتكلم مثلا على اكس واي زد، فالمفروض ان ده فكه هيكون عباره عن بارشال الفي باي بارشال اكس سكوير زائد بارشال الفي باي بارشال واي سكوير زائد بارشال الفي باي بارشال زد سكوير، الكلام ده بيساوي زيرو، تمام. وبالنسبه للمحورين او بالنسبه للاحداثيات السلندريكال والاسفيريكال، فالاوبريتور ده هوت ممكن يدولك جيفن، مفيش مشكله، تمام، اللي هو عباره عن واحد على الرو بارشال باي بارشال رو، رو في البارشال في باي بارشال رو، شكله عامل كده، تمام كده؟ ده في مين؟ ده في السلندريكال رو فاي زد، تمام. بالنسبه للار والسيتا والفاي يبقى على حسب الفولتج ده موجود على ايه، على ايه بالظبط، تمام كده؟ لو موجود على او التغير ده بيحصل في انه كوردينيتس بالظبط، يبقى انت بناء عليها تبدا ان انت تشتغل سواء اكس واي زد، او على حسب انت ايه المساله بتتكلم عن ايه بالظبط، تمام كده؟ طيب فممكن يبقى ده جيفن وتبدا ان انت تشتغل بيه، تمام؟ طيب
بيقول لك هنا ان الفولتج شكله عامل كده، عباره عن 4 واي زد على اكس تربيع زائد 1، تمام كده. وايه هو ايه هو المطلوب بالظبط؟ عاوز الفولتج، عاوز قيمه الفولتج ده وقيمه الرو في عند نقطه بي اللي هي 1 و2 و3. فبسيطه جدا، لو انت عاوز تحسب الفولتج عادي تعوض بالنقطه 1 و2 و3 عند النقطه بتاعتك، يبقى 4 تمام. الواي والزد موجوده في 2 في 3 على الاكس تربيع، يبقى 1 زائد 1. الكلام ده هيطلع ب 12 فولت، ده ما فيش مشكله فيه، يبقى هو عوضت بس دايركت كده بالبوينت اللي هو عطاك. لو حبيت اجيب الرو في، لو عاوز اجيب الرو في هعمل ايه؟ بوسون ايكويشن قال لنا ان اللابلاسيان اوبريتور للفي بيساوي سالب الرو في على الابسلون. خلاص، يبقى انا هروح احسب مين؟ لو انا بتكلم على الفري سبيس، هو قايل هنا اللي هو فري سبيس صح كده؟ لو عاوز الرو في ده ان فري سبيس، ان فري سبيس طبعا الابسلون هنا هتبقى ليه؟ هي نفسها الابسلون نوت. فانا هروح اشتق الفولتج ده بالنسبه للاكس والواي والزد، تمام؟ يبقى اقول بارشال في باي بارشال اكس هتساوي ايه بالنسبه للاكس، تمام؟ انا ممكن نبسطه كده نقول ان هو 4 واي زد اكس تربيع زائد 1 والسالب 1، ده الفولتج. نبدا نشتغل على ده تبسيط شويه. بالنسبه للاكس يبقى 4 واي زد زي ما هو، تمام؟ وهيبقى عندك ده السالب، ده هيبقى هنا في سالب، ومشتقه اللي جوه ده بيديك 2 اكس، يبقى 2 اكس. وعندك ده اكس تربيع زائد 1 اس سالب 2. اشتقه كمان مره يبقى بارشال في باي بارشال اكس، بس بقى المشتقه الثانيه هيديك ده، ممكن نقول ان هو عباره عن سالب 8 اكس واي زد، تمام كده، في اكس تربيع زائد 1 اس سالب 2. فاشتقه مره ثانيه كده هيبقى هنا يديك ده، هنا في اكس وهنا في اكس، يبقى ده دالتين مع بعض يديك سالب 8 واي زد اكس تربيع زائد 1 اس سالب 2. ده كده المشتقه الثانيه، لان مشتقه الاكس بواحد، تمام. والداله الثانيه تنزل زي ما هي، يبقى هنا عندي في سالب، هيبقى هنا سالب 8 اكس واي زد زي ما هي اهيت، تمام كده. مشتقه الراجل ده بتساوي ايه؟ بتساوي سالب 2 هتنزل، وفي 2 اكس من هنا يبقى كمان مضروبه في 2 اكس، تمام. خلي دي اكس ماشي، وعندك القوس ده يبقى اكس تربيع زائد 1 اس سالب 3، تمام كده. حلو قوي، عوض بقى بالايه؟ طب نكمل، يبقى خلاص، يبقى ده الجزء ده البارشال ده بقى موجود. نجيب كمان بارشال في باي بارشال واي، مشتقته بالنسبه لواي هيديك ايه؟ 4 زد في كذا صح كده، 4 زد في اكس تربيع زائد 1 اس سالب 1. طب اشتقها كمان مره كده بالنسبه لواي هيديك ايه؟ يديك 0. نفس الكلام لو اشتقتها بالنسبه للزد مشتقه الثانيه، لان دي زد واحده بس، تمام كده، هيديك 0. يبقى خلاص، يبقى كل اللابلاسيان بتاع الفي طلع ايه؟ طلع هو الاكس بس، تمام. وعوض بقيمه الواحد واثنين وثلاثه للاكس والواي والزد، الرقم ده تقريبا هيطلع معاك ب 12 بعد التعويض. يبقى 12 بتساوي سالب الرو في على الابسلون نوت. عاوز تحسب الرو في، يبقى سالب 12 في 8.854 في 10 اس سالب 12، ده هيطلع معاك سالب 106 و2 5 او ربع يعني بيكو كولوم لكل متر تربيع تكعيب، لان ده فوليوم، تمام كده، رو في. يبقى ده بالنسبه كتطبيق على مين؟ على لابلاس، ومش لابلاس بقى، هنا طبقنا البواسون ايكويشن. اتكلمنا من شويه يا شباب على اللابلاس، صح كده، قلنا ان هو عباره عن لابلاسيان اوبريتور بيساوي زيرو، تمام. فمثلا لو بتتكلم على الاكس واي زد، ممكن بقى انت تروح تحسب لي الكاباستنس مره ثانيه، تمام، اللي احنا طلعناها في اول الفيديو ده خالص، اللي هو كانت عباره عن الابسلون في الاس على الدي، تمام. ممكن تحسبها بلابلاس، تمام، ان انت هتقول ان والله ان انا مثلا هيكون عندي بارشل تربيع للفولتج
لاكس تربيع او اي محور، تمام، هيكون بايه؟ هيكون بزيرو، تمام. وتروح تفاضل ده او تكمله مرتين هيديك ايه في ده بارشال في باي بارشال اكس، تمام. وكمله مره تانية يديك فولتج عباره عن اي او ايه في الاكس زائد مين زائد بي. والاي والبي دولت هتحددهم من الانيشال كونديشن، تمام كده. يعني لو هما تو بارل بليت فيكون مثلا الفولتج لو ده مثلا كان عند زد بتساوي زيرو، تمام، او عند اكس بتساوي زيرو وده اكس بتساوي الديستانس، تمام، كان الفولتج هنا مثلا بيساوي زيرو والفولتج هنا بيساوي الفي نوت. تقدر تحسب لمين؟ تقدر تحسب منهم الاي والبي، تمام كده. تو كيسز في الايكويشن ده تجيب اي وبي، تمام. بعد ما جبت الفولتج تبدا ان انت تشتغل، ده ما فيهوش مشكله، تمام. خلينا بس ناخد حاجه مختلفه عن الجزئيه دي لان انتوا خدتها في المحاضره، تمام. ف لو انا مثلا قال لي ان انا عندي سيلندريكال زي الكو اكسيال كده، وحبيت احسب الكاباستنس هنا، تمام. بيقول لك ايه؟ ان انا عندي هنا عند نقطه احسب لي الاي، عند نقطه بي اللي هي عباره عن 3 1 و2، تمام كده. والنقطه دي كده في احداثيات الاكس والواي والزد، احسب لي الاي. لو كان عندك التو كوندكتورز دولت، الاولاني عند رو واحد ليه نص قطر رو واحد قيمتها ب 2 متر، والفولتج عليه على البليت اللي جوه ده او على الاسطوانه اللي جوه الفولتج عليها، تمام، ب 50 فولت، والبليت اللي بره، البليت اللي بره او نقول بقى مش البليت، يبقى الاسطوانه اللي بره ليها رو 2 قيمتها ب 3 متر وليها فولتج مقداره 20 فولت. فانا عاوز احسب الاي عند النقطه دي، تمام كده. طيب بعد ما تجيب لي الاي هات لي كمان الكاباستنس، عاوز تحسب الكاباستنس السي. لو كان اللينس بتاعها بتاعت السلندر دي كده او الكو اكسيل ده كان 10 متر وكان الدايلكتريك موجود ما بينهم الابسلون ار ب 2.5. واحده واحده عشان نبدا نحل في مثل هذه المسائل، تمام. يبقى هو عطيك هنا دولت كده احنا بنقول عليهم الانيشيال كونديشن، تمام، او الباوندري كونديشن، ما فيش مشكله. طيب المطلوب ايه دلوقتي؟ ان انا عاوز اجيب الاي. فعشان اجيب الاي هبدا منين؟ من معادله لابلاس، تمام كده، هبدا من معادله لابلاس. طيب هنا بتكلم على التغير اللي بيحصل في الجهد، التغير اللي بيحصل في الجهد بيحصل في انه كوردينيت، هل في اكس واي زد؟ لا، تمام. هنا شغال يعتبر سلندريكال رو وفاي وزد. طيب ماشي، يبقى انا هشتغل في المحاور دي، جميل. محتاج اعرف الجهد ده بيتغير ازاي مع ايه؟ هل بيتغير مع الفاي؟ لا، يعني الفاي واحده، تمام كده، هي ما فيش اصلا فاي في الحوار كله، تمام. هو بيتغير مع نص القطر، بدليل لما هو جاب الجهد عند رو الاولانيه كانت ب 50 وبعد كده كانت ب 20، فالرو بيتغير في مين؟ في الجهد. فاذا انت محتاج تجيب التفاضل بتاع الرو. طيب زي ما انا قلت لك، لو هو عطيك الجزئيه دي او على حسب بقى انت تحفظوها او هتكون جيفن، تمام، فده الجزء الخاص بمين؟ بالرو، المشتقه الثانيه بتاعت الرو اهي شكلها عامل كده. طيب يبقى انا هاخدها زي ما هي كده واساويها بالايه يا شباب؟ واساويها بالزيرو. يبقى انا هيكون عندي واحد على رو بارشل باي بارشل رو بارشل في باي بارشل رو، الكلام ده بيساوي زيرو. دي جبتها منين يا عم؟ ده كده من لابلاسيان اوبريتور للفي، تمام، في الاحداثيات الرو فاي زد. احنا خدنا حاجه شبهه لما كنا بنجيب الجراد، تمام، ولكن هو اشتقه مره ثانيه،
اشتقه مرة تانية، تمام؟ طيب فانا عاوز افاضل بقى مرتين، قال لك خلاص اضرب في واحد على رو كده ماشي، واشتق مرة، اضرب في واحد على رو يبقى ده خلاص كأنه مش موجود، واشتق مرة عشان تضيع الايه، او اعمل تكامل اسف مرة تانية، اعمل تكامل الجزئية دي يديك مين؟ يديك رو بارشل في باي بارشل رو، وهنا لما تشتق ده هيديك ثابت وليكن اسمه ايه؟ طب إيه او إيه كامل بقى إيه؟ تمام؟ اعمل ايه؟ خد كده بالظبط بارشل في باي بارشل رو هتبقى عبارة عن ايه على رو، واضرب دي الناحية التانية كده اهو، واعمل تكامل للطرفين يديك فولتج عبارة عن ايه؟ ايه ده تكامل واحد على رو يديك لين رو، وفي كمان ثابت اسمه بي، حلو كده؟ فده الفولتج. يبقى بصفة عامة بقى ايا كان الشكل اللي هيجي، تمام؟ بتاخد المعادلة بتاعتك بتبدأ ان انت تكملها مرتين. طيب بتجيب الاي والبي منين دول بقى؟ من الانيشال كونديشن. فالفي واحد كانت ب 50، يبقى 50 بتساوي ايه؟ لين الرو بكام؟ الرو واحد كانت ب 2 زائد بي، يبقى دي المعادلة رقم واحد. المعادلة التانية كان بيقول لي ان الجهد ب 20، يبقى 20 بتساوي ايه؟ لين الرو، الرو بكام؟ ب 3 زائد البي. حل المعادلتين دول على حسب، ده رقم في الاول وفي الاخر وده رقم في الاول وفي الاخر، تمام؟ عوض بيهم او اطرح المعادلتين من بعض، تعمل اي حاجه ممكن تجيبها كداله في لين ايا كان، ما يهمنيش الحوار ده كله، انا جبت خلاص الاي والبي، تمام؟ الاي هتطلع معاك بي سالب 74 والبي ب 101.3، فالفولتج ممكن اكتبه بالشكل ده، لين رو زائد 101.3، ده الفولتج، تمام كده؟ طيب بعد ما جبت الفولتج هو كان عاوز الاي، عاوز الالكتريك فيلد، تمام؟ انتنستي. فانا هجيبها ازاي؟ الاي ده هيت كانت عباره عن سالب الجراد بتاع الفي، ماشي. يبقى هشتق ديت، طب هشتقها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للرو. ليه؟ لان المجال كله هيكون في اتجاه نص القطر، يعني في اتجاه الاي رو. يعني ده هيساوي سالب بارشال في باي بارشال رو، صح كده؟ تمام؟ في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي رو. طب هنا كان في حاجه ولا ها كان فينا اي جزئيه ولا حاجه؟ فاكرين الجراد بتاع الفي، تمام؟ لو هو في الرو هتقول بارشال باي بارشال في في اتجاه الرو، واحد على ها واحد على رو بارشال في باي بارشال فاي بارشال في باي بارشال زد، تمام؟ لو كان في فاي كان هيبقى فيه واحد على رو هنا، فهنا مفيش حاجه تانيه، تمام؟ طيب طبعا في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي رو. فاضل ده هيديك، وهنا في سالب، سالب ده يروح مع السالب، 74، ومشتقة اللين ده يديك واحد على رو، يبقى رو في اتجاه الاي رو. يبقى ده مين يا شباب؟ ده الالكتريك فيلد. هو كان عاوز الماجنتيود عندي 3 و1 و2، طب بس ده في الايه؟ في الاكس واي زد. يبقى انا اروح اجيب منها الرو، بس انا محتاج الرو بس، اللي عباره عن الجذر التربيع، الاكس تربيع والواي تربيع، فده يديك جذر 10، تمام؟ يبقى الالكتريك فيلد ماجنتيود بتاعك هيساوي 74 على جذر 10، هيطلع معاك يا سيدي ب 23.4 فولت لكل متر. ده كان اول مطلوب، تمام كده؟ المطلوب اللي بعد كده هو عاوز الكاباستنس، لو الطول ب 10 والماده الداي الكتريك بتاعتها ب 2.5، فاحنا عاوزين نحسب ايه دلوقتي؟ عاوزين نحسب الكاباستنس. هنجيب ايه؟ هنجيب الاول الدي، عباره عن ايه الدي؟ دي عباره عن الابسلون في الاي. طب الاي انت مش كنت حسبتها؟ ايوه، كانت عباره عن 74 في الالكتريك في مين؟ في الابسلون. خلاص ده كان 74 على رو، 74 على رو، تمام كده؟ ده كان مين؟ الالكتريك، ضربناها في الابسلون، وطبعا ده كان في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي رو، تمام كده؟ جميل، ده كان الدي. طب تعرف تجيب لي منه الرو اس؟ هيساوي المعيار، صح كده؟ يبقى 74 ابسلون في الرو على رو، تمام؟ ده الرو اس. او هات لي الكيوب مباشر على طول، اللي هو عباره عن الدي في الدي اس، تمام؟ ماشي. طب الدي اس فين بقى؟ الدي اس المساحه، عاوز اجيب المساحه. طيب انا محتاج مساحه مالها؟ انا محتاج المساحه اللي بيخترقها الفيض او العموديه، يعني العموديه على المجال، العموديه على المجال. المساحه العموديه يا شباب هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن مساحه المساحه الجانبيه بتاعت الاسطوانه، تمام كده؟ اللي هو هيساوي
يعني هعمل تكامل فين يعني؟ هعمل تكامل في اتجاه العمودي على الاي رو اللي هو كنا بنقول عليه رو دي فاي دي زد. تكامل الكلام ده يطلع معاك ايه؟ 2 باي في الرو، والدي زد تكاملها مين؟ ال ال، يبقى 2 باي رو ال. تمام كده؟ يبقى الدي اس زي ما انا قلت لك كده هيبقى عباره عن رو دي فاي دي زد، والدي فاي طبعا من صفر ل 2 باي، والدي زد من صفر لحد ال ال بتاعتك. تمام؟ فده يطلع معاك ايه؟ الرو ال 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 الرو اس اهيت 74 ابسلون على رو في 2 باي رو ال، دي المساحه بتاعتك. الرو هتروح مع الرو، ملهاش لازمه في الحساب. يبقى الكيو هتساوي 74 2 باي ابسلون في ال ال، بس كده، ده الكيو. طيب ماشي، بعد ما جبت الكيو تعرف تجيب لي بقى الكاباسيتنس ولا ايه؟ السي كانت بتساوي الكيو على الفي. الفي ده يا شباب هو فرق الجهد ما بين التو سيلندرز بتوعك، تمام كده؟ ما بينهم فرق الجهد ما بينهم بكام؟ واحد ب 50 والثاني ب 20، يبقى 50 ناقص 20 ب 30 على 74 2 باي الابسلون، هي عباره عن ابسلون نوت في الار، يبقى 2 ابسلون نوت في الابسلون ار، يبقى 2 ونص في الابسلون نوت 8.854 10 اس سالب 12، والال بتاعتك هو بيقول لك 10 متر بس. على كده تجيب لي هنا الكاباستنس هيطلع معاك ب 3.34 من 100 نانو فراد، دي الكاباستنس. تمام كده؟ اخر مساله هنبص فيها برضو كده سريعا. بيقول لك عاوز الالكتريك فيلد، نفس المساله اللي فاتت، تمام؟ بس ايه اللي حصل؟ ان انا هنا عندي ال في تو راديال كوندكتورز، الكوندكتورز بتاعك مالهم؟ تو راديال كوندكتنج بلانز، هم مستويات عاديه خالص، مستويه تمام او اسطح مستويه، ولكن اللي بيبداوا ان هم يتغيروا في شكل راديال، او بمعنى اصح يعني عندي اتنين كوندكتور شكلهم عاملين كده، تمام؟ بيتحركوا مع نص القطر، بيتحركوا مع نص القطر، تمام كده؟ طيب ماشي، ايه المطلوب في كوندكتورز؟ يبقى هم شكلهم بالشكل ده، ده كوندكتور او ده سطح وده سطح، تمام؟ طيب السطحين دولت ما بينهم زاويه، ما بينهم زاوية، تمام كده؟ وكل واحد عند زاوية فاي معينة، الأولاني عند زاوية 10، والتاني عند زاوية عند زاوية 30، وكل واحد ليه جهد، فشكلهم عامل كده، تمام؟ طيب هو عاوز برضو الإلكتريك فيلد عند النقطة دي، الناتج من الكلام ده. طيب الشكل ده برضو من لابلاس إيكويشن. طب هنا بقى هشتغل إزاي؟ هل هنا الإحداثيات بتاعتي هنا أجيبها منين؟ أو أعرف إن أنا هشتغل منين؟ هنا انت بتتكلم على، ما زلت بتتكلم على بلانز او مستويات، تمام كده؟ والتغير هنا بيحصل في شكل برضو الرو والفاي والزد، تمام؟ طيب فانا محتاج مين من معادله؟ طب التغير اللي بيحصل في الجهد ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ مع مين؟ مع الزوايا، التغير بيحصل مع الزاويه، تمام؟ يبقى انا هجيب المشتقه الثانية بتاعت الزاوية كانت شكلها عاملة ازاي؟ المشتقة الثانية كانت شكلها عاملة كده، واحد على رو سكوير بارشال في سكوير باي بارشال فاي، تمام كده؟ فدي المشتقة الثانية، ما زلت شغال برضو ايه؟ سلندريكال. طيب طب ليه ما اشتغلش، ليه ما اشتغلش؟ واحد يقول لك ليه ما اشتغلش سفيريكال؟ ما هي فيها فاي برضه، تمام؟ السفيريكال محتاج اكون عارف السيتا، مفيش اصلا معلومات عن السيتا ولا عن الريديوس، كل اللي موجود عندي هنا اللينس بتاع ده زد، ده هو حاطه اصلا كده عشان ابقى اجيب منه الايه؟ اجيب منه الكاباستنس. طب يبقى انا هنا هشتغل زي ما احنا قلنا كده رو فاي زد، واروح اكامل دي كده مرتين، تمام؟ اضرب في الايه؟ في الرو سكوير، وهنا هنا في فاي، يبقى زي ما كنت بتتكلم على الاكس بالظبط، طلعت اي فاي، اي في الفاي في زائد البي، الفاي هنا بس هتبقى ايه؟ بالريديان، تمام؟ يبقى لو اعطيك زوايا حولها بايه؟ اقسم او اضرب في باي على 180، واحسب لي الاي والبي، احسب الاي والبي، تمام كده؟ جبت معادله الفولتج. بعد ما جبت معادله الفولتج طلعت بالشكل ده، تقدر تجيب منها الاي،
سالب الجراد بتاع الفي، بس هنا ظهر مين يا شباب؟ الرو اللي كنا بنتكلم عليها، تمام؟ وتعوض بالنقطه اللي هي جذر، جبنا الرو بتاعتها جذر 10، طلعت معانا الاي ب 27.2. لو عاوز تحسب الكاباستنس بنفس الخطوات بالظبط، ايا كان بقى الشكل اللي هيجي لك، تمام كده؟ طيب ايا كان الشكل بصفه عامه عرفنا الخطوات اللي بنمشي عليها، جيب الدي، جيب الرو اس، تعمل تكامل للكي اللي تجيب الكيو او الشحنه بتاعتك، الرو اس في الدي اس، تمام كده؟ طب الدي اس هنا تبقى مين؟ تبقى المساحه العموديه او في اتجاه الاي فاي. مين المساحه دي؟ اللي هي عباره عن كنا بنقول دي رو دي فاي دي زد. انا محتاج المساحه العموديه على الفاي، يبقى مين؟ الدي رو والدي زد، تمام كده؟ تكاملهم يديك رو في الزد، الرو هتروح مع الرو، يبقى معاك الكيو داله في مين؟ في الزد، تمام كده؟ الزد ده انه يا شباب؟ الطول ده، تمام كده؟ يبقى انا كده مهما اختلف عندك البليت دهوت، يهمك بس مين؟ يهمك الزد. السي بتساوي الكيو على مين؟ على فرق الجهد. خلاص انت جبت الكيو، هتعوض عن الزد بخمسه، وتعوض مباشر، فرق الجهد ما موجود ما بين الايه؟ موجود، كان الاولاني عند زاويه 10 كان ب 50، والثاني كان عند زاويه 30 كان ب 20 فولت. جبنا برضو من هنا الايه؟ السي. بس كده، تمام؟ لو حد عنده اي مشكله يتواصل معايا. بالتوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.